اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى في فيما تبقى لدي من وقت وسؤال واحد لضيوف الاعزاء هسمعه من ضيوف الثلاثه والمهندس ياسر. لو طلب منك الرئيس الجديد وقال لك قول لي رؤيتك بحكم خبرتك ابتدي منين وزي مين اللي بتقوله لي ده، مين اللي عمل اللي انت بتقوله لي ده وجاب نتيجه؟ هو الجزء الثاني من السؤال، معلش هبتدي ارد. والجزء الثاني، مصر حالتها فريدة. نعم. يعني فبالتالي ممكن تكون بتعمل حاجات هتتعلم من أجزاء من بلاد أخرى. تمام. بس غالبا حل المسألة بتاعتنا دي هيبقى حل زي ما بيقول إيه على أبوه، ما تعلمناش في هارفرد دي. فدي حاجة، فلازم الحل هيبقى يعني فريد من نوعه. اللي انا شايفه ان الفتره اللي جايه دي، ودي برضو عشان نخلق فرص عمل الى اخره، احنا عندنا ثلاث حاجات. عندنا وادي والدلتا قدرتهم الاستيعابيه، وباين قوي من العشوائيات اللي بتطلع وتاكل الارض الزراعيه، القدره الاستيعابيه لهذه المنطقه انهارت. فبالتالي لازم الشعب المصري يخرج يعمل عكس الهجرات اللي عملها قبل كده لما حصل الجفاف ودخل على وادي النيل. أيوة. يعمل الهجرة العكسية. فده لازم ان احنا يبقى يحصل انتقال خارج الوادي. انتقال خارج الوادي ده بيستدعي طرق ومباني ومساكن ومدارس، وطبعا لازم يكون في فرص عمل. عندنا تعدين كتير في سيناء وفي الصحراء الشرقية وفي الساحل الشمالي، عندنا ارض كتير تتزرع بس عندنا مشكلة الالغام الى اخره. ففي عمل كتير جدا قدامنا في الفترة اللي هي هيحصل فيها النمو السكاني الثلاثين سنة اللي جايين قبل ما نبتدي يحصل استقرار. الثلاثين سنة دي احنا ممكن نستثمر الشباب اللي موجود في الفرص العمل بتاعت انشاء هذه المجتمعات، وبعد كده يحصل الاستقرار بالشكل ده. فقال انا هقوله ايه، لازم خروج بره الوادي، لازم الطاقه المتجدده لازم نستثمر فيها. نعم. لان هي دي المشكله اللي عندنا، طاقه وميه وارض زراعيه. تمام. فالطاقه دي ممكن انك تطلع منها ميه، يعني ممكن تحولها لانك انت تحلي ميه في المناطق البعيده وننتقل بره. الحاجه الثانيه ان مش عاوز ان احنا ننسى ابدا ان احنا دولة تجارية. في خلاف بقى احنا دولة زراعية ولا دولة زراعية، بس هو الحقيقة ان احنا دولة تجارية، واي حد دخل مدارس زينا كلنا كده ده الموقع الجغرافي وعارف ان دولة المماليك انهارت لما اكتشف رأس الرجاء الصالح. احنا طول عمرنا ممر التجارة، فلازم نستغل موقعنا ده احسن استغلال. هو ده التركيز. والتجارة دي على فكرة فيها فرص عمل، فيها فرص عمل كتير. فالتركيز على البطالة. كلمت كمان عن هدر الموارد وتقليل المصروفات في مواجهة زيادة الإيرادات. دي نقطة احنا محتاجين ان احنا نتكلم فيها. يعني بنتكلم دايما على الصين واليابان والى اخره. الصينيين واليابانيين عندهم حاجة ظريفة، الجماعة اللي هم الاسيويين دول، انهم ما بيسيبوش حاجة في البطة الا ويطبخوها. كويس. احنا محتاجين علشان مواردنا شحيحة وعددنا عمال بيكبر، محتاجين ان الثقافة دي تيجي. والثقافة دي كان موجود عندنا بس حصل حاجة، يعني زي سعار استهلاكي في الفترة اللي فاتت دي. عندنا مشاكل الحقيقة القرارات بتتاخد، مش هذكر اسم المنطقة ولا اسم المصنع، بس لما يبقى مصنع محطوط مربع كده في جزء في مخر السيل وجزء بره مخر السيل، يبقى أنا في فلوس بصرفها علشان أحمي المصنع من السيل لما يجي. الفلوس دي ما كانش لازم اصرفها لو كان الموقع ده بس المربع ده اتحط في مكان صح. فارجوكوا، التخطيط بيقلل من هدر الموارد اللي احنا عندنا. ما عندناش موارد كفايه، محتاجين ان احنا نفكر في الموضوع. طيب يا باشمهندس محمد، نفس السؤال، هتعرض على الرئيس ايه؟ هتقول له انا بنصحك بحكم خبرتي وشغلي في شركات عالميه انك تبتدي حالا بواحد اتنين. انتقاء فريق ألف الاي تيم، يعني فريق رائع حواليه من أهل الخبرة والكفاءة والمعرفة، وتركيز في القطاعات اللي مصر لها فيها قدرات تنافسية. مش عايزين نبقى المكان اللي هو بيحاول يعيش على اكتفاء ذاتي، عايزين نركز في القطاعات اللي هنحط فيها فلوس هنتأكد ان هيكون لنا عائد وهنقدر نتنافس فيها مع الدول الأخرى بدون ضغوط علينا. وأنا في هذا المجال أقترح قطاع السياحة وقطاع الخدمات اللوجستية اللي هو بيربط شديد مع التجارة، وقطاع الزراعة بصناعتها، وقطاع الصناعة اللي عندنا فيها قدرات تنافسية،
وقطاع التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بها. دي المشروعات اللي هتقول دي القطاعات اللي بقول القطاعات اللي يجب ان احنا محتاجين ان احنا نحط فيها يا اما استثمارات مباشره او ان احنا اللي افضله ان احنا نرسم السياسات التي تجذب المستثمرين عشان هم يستثمروا في هذا القطاع وبالتالي تحقق فرص العمل المطلوبه لتخفيض البطاله وتحقق اكبر عائد للدوله في اسرع وقت ممكن. يا اذا احنا ما بنتكلمش على فكره المشروع القومي اللي ياخد احلام المصريين ويبقى باصين للمشروع ده انه هيحل مشاكلنا كلها. المساله قطاعات اكتر منها مشروعات قوميه يعني. والاستعانه بالقطاع الخاص، يجب تمويل الاستثمارات من خارج ميزانيه الحكومه بقدر المستطاع. من خارج ميزانيه من خارج ميزانيه يعني نفصل ميزانيه الحكومه يعني الاستثمارات اللي الحكومه تستخدم فيها ميزانيتها لازم تبقى الاستثمارات اللي ما تقدرش تجيب فيها قطاع خاص. نعم. زي مثلا موضوع الحركه الاثار بتاعه مصر، قناه السويس، الحاجات الامن القومي يعني الحاجات بالظبط كده. نعم. مهندس علي، ثلاث حاجات. اول حاجه الرؤيه وخطه العمل، وده يعني انا ممكن اخد مثال سريع لدوله زي الصين. عملت في بدايه ناشونال ديفلوبمنت اند ريفورم كوميشن، اللجنه الوطنيه للاصلاح والتغيير، وده الجهاز اللي طور الصين وبيسمى بالسوبر مينستري. 800 واحد في بكين بيحطوا خطه للدوله 10 سنين 5 سنين 3 سنين وسنه، وخطه للقطاعات، وبعد كده بيطلع منها بسياسات وبيطلع منها بحوافز لتشجيع الاستثمار. قدروا يقلبوا بيها قطاع الغزل والنسيج ويبقوا بيصدروا قد مصر حوالي 100 مره، وبيصدروا 160 مليون دولار مليار دولار. قدروا يقلبوا بيها قطاع السولر انرجي والطاقه الشمسيه عن طريق ان هم في خلال 3 سنين بقوا نمره واحد في العالم في التصنيع وفي كميه السولر الطاقه الشمسيه المحطوطه في على البيوت وفي الانتاجيه. فدي نمره واحد. نمره اتنين الفريق، والفريق هو العشر تلاف موظف الحكومي الرئيسي. أنا بصراحة بدعو جميع الناس اللي هي ممكن تقدر تساعد يعني من برا مصر أو من جوا مصر أنها تقدر تحاول تخش الفترة الجاية على قد ما تقدر يعني تساعد في الدولة بأي رول تقدر تعمله. ودي حاجة. الحاجة الثالثة القطاعات اللي تركز عليها، وذلك من يعني القطاعات اللي تركز عليها، انت بتركز على حاجتين: الحاجات اللي تقدر تجيب لك عماله، واللي طبعا عندك فيها قدره تقدر تشغل عماله، تقدر تشغل عماله، واللي تقدر تجيب لك بعد كده موارد للدوله. كويس. وهنا في امثله كتيره جدا، في الكترونيات، في انت ضربت لي نموذج بتقول لي في حاجتين: الالكترونيات وحاجه تانية. الحاجتين دول الالكترونيات دي شركه فوكس كون، دي شركه فيها 1,300,000 موظف، منهم مليون في الصين على مستوى العالم. الشركه دي بتنتج الايباد وبتنتج الايفون لشركه ابل وبتنتج النينتندو لشركه سوني. وفي اللحظه الحاليه تكلفه الموظف اللي فيها في الصين 2500 جنيه مصري في الشهر، فبالتالي ابتدوا يفكروا يطلعوا بره الصين. فازاي يطلعوهم يدوروا على عماله ارخص. بالظبط. فابتدوا يروحوا جوه الصين وابتدوا يروحوا اماكن بره. المثال بقى في حاجه زي كده ان جوه الصين مدينه زي تشانجدو راحت سحبه في خلال شهرين 20,000 عامل، وهذا هذا المكان هيقدر ان هو يزيد ل 100,000 خلال 3 سنين. وعندهم مثلا انتاجيه الشركه دي في الصين بتصدر قد مصر مرتين كلها. الشركه دي بس الشركة قد مصر دي كلها. فطبعا احنا لازم نركز على هذه انواع الشركات. المثال الثاني بالنسبه لمدينه شانزان، فبرضه في الصين هم زادوا من 70,000 ل 12 مليون، ودي حاجه تستحق الدراسه، لان هو قدر ان هم ينجحوا مدينه زي شبه السويس او العين السخنه او كذا بعدد، كمان عندنا عدد اكبر هناك، يرفعوها بسرعه جدا. والذكاء هناك ان هم طبعا عملوا خطوط مواصلات وخصوصا القطرة، لان هي ايه القطرة بتنقل مثلا لو تنقل الناس من القاهره الى السويس في خلال 20 دقيقه، قطر 250. اي حد هيفكر طب خلاص طب انا اروح اسهل ما اروح الدقي يعني. بالظبط. فحاجه زي كده. ولكن المهم الواحد الدوله لازم تفهمه ان ايه، ان مشروع القطرة الاطارات مشروع فاشل. كويس. وبالتالي اي حد هيحسبها مش هيعمله، ولكن الحكومات الناجحه هي اللي بتعمله علشان بتضم معاها في الحسبه الصناعه بيضم. فبالتالي لما يحسب دي مع دي هو اللي بيصنع، فعنده تشغيل حتى للوسيلة اللي بتجيب دخل بعد كده. بالظبط. فبالتالي الحسبة كاملة بتطلع ناجحة جدا. ما قربتوش انتوا في الهدر من الدعم؟ يعني بنتكلم عن الدعم دايما في الفواصل بس ما بنتكلمش فيه على الهواء. هو الدعم يعني انا بصراحة مش عارف الحكومة
ليه بتتردد في بعض القرارات المتعلقة بالدعم؟ يعني أنا مش شايف أي يعني سبب أن يكون الدعم ده مثلا بيستفاد منه الأجانب المقيمين في مصر. ليه ما يكونش السحب البنزين المدعم بالشخص يطلع رخصة العربية وبطاقته الشخصية لأن هو مصري، ولو أجنبي يدفع تكلفته كبداية، يعني كبداية قبل ما نبدأ ننظم ونقول هندي المصري قد ايه او كبنزين مدعم بخلاف البنزين. ففي حاجات، في خطوات. ليه الكهرباء؟ ليه الكهرباء زي ما المهندس ياسر بيقول اللي قادرين يدفعوا ياخدوها مدعومة؟ يعني هو يعني هو بيقول لك الكيلو وات بيكلف 150 قرش مثلا وبنبيعه ب 45. طيب يعني لازم بقى العملية تتنظم، مين اللي يقدر يدفع 150 قرش بخلاف مين اللي ما يقدرش غير على ال 45؟ وهل تدي الدعم في فاتورة الكهرباء ولا تدي الدعم من خلال رواتب او مساعدات او كوبونات الى اخره؟ نعم. يعني في بعض الخطوات المفروض ان الدولة في وجهة نظري كان ممكن تاخدها بطريقة سريعة شوية من غير ما تمس غير القادرين. نعم. يعني هو الهدف هنا عدم المساس بغير القادرين من اهل مصر الى حين ان الدولة يعني تستطيع انها تخلق المنظومة اللي توصل لهم عشان توصل الدعم مباشرة لهم، فإعادة توجيه الدعم. في حاجات يعني سهلة انها تعمل دعم زي الكهرباء مثلا. نعم. يعني الكهرباء الشرايح موجودة، الشرايح ممكن انها يعاد تنظيمها بحيث الناس اللي زينا يقدروا يدفعوا ثمن الكهرباء اللي هم بيستعملوها. ففي حاجات محتاجة انها تتخذ خطوات مباشرة. انا بس عاوز اقول حاجة، يمكن لما اتكلمنا على الجهاز الحكومي وقلنا ان هو زي مؤسسات الدولة كلها، انا برضو يعني لو لي في نصيحة ان انا اديها لمن ستولوا الامر في الفترة اللي جاية، ان احنا صحيح عندنا يعني اخفاقات كتيرة في الفترة اللي فاتت، بس عندنا نجاحات. عندنا نجاحات ولازم نبص في النجاحات بتاعتنا. انا عاوز اقول مثال قريب جدا، ادارة الانتخابات من بعد يناير 2011 في جهد كبير، انا ما اعرفش اسم اللي اتعمل، بس اظن ان هذا الشخص احنا محتاجين او هذه المجموعه محتاجين نكرمهم. الناس اللي كل مره بننزل ننتخب او نستفتي فيها بنلاقي تطور، بنلاقي تطور. المجموعه دي انا ما اعرفش اسميهم ايه، انا متصور انهم يكونوا في وزاره التنميه الاداريه. نعم. ولكن هذه المجموعه انا شايف انها لازم تكرم ولازم تشجع على الشغل اللي هي بتعمله. برضو النجاح اللي شفناه في وزارة الاتصالات في الفترة اللي هي مثلا 2004 أو 2006 إلى آخره لغاية دلوقتي. صحيح. في تطور. فعلشان إيه؟ صحيح إحنا عندنا حاجات نتعلمها من دول كتير، بس إحنا لا يمكن أن نعيد خلق الظروف الدول الأخرى. فلازم أولا نشوف نجاحاتنا إيه ونتعلم من الدول الأخرى اللي ممكن نتعلمه منه، بس الجذور بتاعتنا موجودة وعندنا نجاحاتنا نتعلم منها زي ما هنتعلم من إخفاقاتنا. ده ختام متفائل، ختام بيبني في النهاية على قدرات الشعب المصري مع طبيعته وتركيبته. هيبقى عندنا تجربة خاصة على أبوه. أحسن ناس، أحسن ناس. نورتوني، أنا بشكركم جدا. هذه بداية من داخل الكتاب الأبيض، بنقلب في صفحاته كده علشان نقول إن مصر بخير. بشكركم جدا دايما. بشكركم. دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة، غدا حلقة جديدة ممكن معي غدا دكتور يوسف زيدان، وعندنا هاشتاج اسأل دكتور يوسف زيدان اللي انتوا عايزين تسألوه. بكرة هنغوص في مفكر كبير وكاتب ومبدع، نحاول نعمل قراءة مختلفة. مصر بخير طول ما انتوا بخير. صباح على خير.